في بلاد الجنوب عادة، وهي أن بعض القبائل أو أفراد القبائل يقومون بالذبح بعد حصاد الموسم في الزراعة، وهي لله ويذكر عليها اسم الله، فما الحكم؟ وهل هي واجبة على من كان والده يقوم بذبحها أم لا؟ إن كان هذا من عاداتهم أنهم بعد الحصاد يذبحون ذبيحة لأجل أن يجتمعوا عليها هم جيرانهم والذين تعاونوا معهم في الحصاد، من العادات وليست من الواجبات عندهم، وإنما هي من العادات، لهم أن يتركوها ولهم أن يفعلوها فلا بأس بذلك. أما إن كانوا يعتقدون أنه واجبة وأن من لم يفعلها يكون يلام عند الناس ويعاتبه الناس على ذلك، يعتبرونها واجبة، هذا لا يجوز، هذا من أكل المال بالباطل. الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل،